حفلة أمريكية بعضلات سيكس باكس يحلم فيها أي شاب، وطبعاً صعب الحصول عليها ويبغى لها مجهود. كينلي الطفلة صاحبة السبع سنوات كسرت القاعدة ونجحت في الحصول على عضلات بطن بارزة، والأغرب أن أمها أنجل هيمن لاحظت ظهور عضلات البطن عندها بعمر 3 سنوات. هل يمكن أن يكون هذا طبيعي في هذا السن؟ لا طبعاً مش من الطبيعي أبداً أن الطفل يبقى عنده عضلات واضحة بهذا الشكل. التقسيمة العضلات دي محتاجة مجهود كبير وبدني عنيف على الطفل. وعكس كل الأطفال الغرقانين بالحلويات بأنواعها ومتمركزين بحدائق الألعاب في هذا العمر، تتبع كيلي نظام غذائي صحي صارم جداً وتمارس الرياضة عدة مرات في الأسبوع، وخاصة الجمباز اللي زاد من نحافتها. محاولة بناء عضلات في هذا السن الحقيقة لها مضاعفات خطيرة على الطفل. بتأثر على العضلات، على العظام، على الغضاريف اللي هي الجزء من العظم اللي لسه ما بقاش عظم ولسه قابل للنمو. كل ده بيدي تأثيرات سلبية على نمو الطفل الطبيعي. وبتحلم ملكة الجمال الصغيرة إنها تكون لاعبة جمباز أولمبية في يوم من الأيام، وكذلك ممثلة مشهورة لما تكبر، بس شكلها راح تاخذ أدوار الأكشن. بناء العضلات أو حمل الأثقال بصفة خاصة لا ينصح بها قبل سن 7 لـ8 سنوات، ولازم تكون تحت إشراف طبي كامل وتحت إشراف مدرب متخصص فاهم هو بيعمل إيه بالظبط.